مع قرب حسم الأمور لصالح الإطار وتشكيل الحكومة بموعد غير معلوم، لكن ربما يكون في أي يوم حتى نهاية الشهر الحالي. سمع صوت الرصاص والاتهامات في البصرة، مواجهة مباشرة بين العصائب والسرايا، لكن هل هي بين طرفين مسلحين فقط؟ لو هي مواجهة سياسية بحتة بين التيار والإطار لكن بثوب عسكري، وإذا ما كانت سياسية أو أمنية هل هي فعلا اقتصادية مثل ما تقول ميدل إيست آي البريطانية، واللي قالت بأن ما حصل هو حرب تجري على المصادر المالية، لأن الفيحاء العزيزة هي مركز تصدير النفط والموانئ الغنية التي تسيطر العصائب على مراكز استراتيجية هناك وتستغل الموانئ لصالحها وتتمارس تجارة غير مشروعة، إضافة إلى فرض أتاوات لأجل تمويل الفصائل، فحرمانها من مواردها الاقتصادية سيؤدي إلى تدميرها وتدمير باقي الفصائل، طبعا بحسب التقرير هذا اللي حكيناه، في حين الاتهامات اللي توجه إلى السرايا من قبل الأطراف المستهدفة تقول بأن التيار يستهدف الحشد مباشرة ويحاول جره لحرب داخلية، ويحاول أيضا خلق بلبلة قبل ذهاب أو قبل أن تذهب الكتل السياسية إلى اختيار رئيس الجمهورية وتكليف شيعة السوداني مرشح الإطار. من مقابل سيد الصدر وبعد أيام من المواجهة في البصرة جمد عمل السرايا في كل المحافظات عدا صلاح الدين وسامراء، لكن طلب من الكاظمي كبح جماح العصائب وقال بخلافه سيتم اتخاذ إجراءات أخرى لاحقا. والدعوات للكاظمي لم تكن صدرية فقط، بل الشيخ الخزعلي أيضا طلب من القائد العام للقوات المسلحة حصر السلاح بيد الدولة وألا تأتمر القوات الأمنية بمسميات ثانوية، ودعا الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة وتطبيق القانون وفرض النظام على الجميع دون استثناء. المهم كل هذا الأكشن صار قبل وبعد إحاطة بلاس خارت اللي حشت أمام العالم وضع العراق بالمفتشي، وهنا لازم نسأل هل سيتمكن الجميع من الحوار وتشكيل الحكومة للأمور ما تبشر بخير ويا التحركات الشعبية والعسكرية، وباب الحوار كأنه صار موصد بقفل الشروط.